أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية الإخبارية المستمرة معكم دائما على إكسترا نيوز. نقل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال لقائهما اليوم على هامش القمة الإفريقية الاستثنائية في أديس أبابا، والتي تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتكاملة وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك. وخلال اللقاء عبر رئيس الوزراء الإثيوبي عن تقديره للحكمة وبعد النظر اللذين يتحلى بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في تحقيق الاستقرار والتنمية بمصر أو الاهتمام بانتماء مصر الإفريقية وعلاقتها مع إثيوبيا، مشيرا إلى تطلع إثيوبيا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام المقبل. عبر الهاتف ينضم إلينا للمزيد من المتابعة الدكتور محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد أرحب بك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة السادة المشاهدين. نعم، يعني كيف كما تابعت يعني كان هناك رسالة مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تم تقديمها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ماذا نتوقع في هذه الرسالة؟ هذا من جانب، من جانب آخر كيف تابعت إذن يعني حديث أبي أحمد عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق ببعد النظر والحكمة؟ نعم طبعا، بعد التحية طبعا أتخيل أن الرسالة ربما كان بها عدة ربما محاور. المحور الاول طبعا هو تدعيم العلاقات بين الجانبين، يعني البعض يرى ان ربما علاقتنا باثيوبيا تقتصر على موضوع سد النهضه، انا اتخيل ان العلاقات اكبر من ذلك بكثير، يعني حتى لو عدت للتاريخ تجد ان مصر كانت تربطها حتى علاقات قويه جدا منذ عهد محمد علي مع بلاد الحبشه اللي هي مكونه الاثيوبيا والاريتريا حاليا، وبالتالي فانا اتخيل حتى كان في هناك تجاره بين الطرفين وكانت تجاره ممتده. أنا أتخيل إن هذه المنطقة أستاذة نانسي منطقة هامة جدا، منطقة مصر السودان أثيوبيا، لو تم تفعيلها كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شراكة استراتيجية، أتخيل إن هذه المنطقة ربما تكون محور تنمية فعلا حقيقي في أفريقيا، وبالتالي فطبعا كل الأبعاد التي ربما أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال شراكة استراتيجية، علاقات متكاملة مع أثيوبيا، ليس فقط موضوع سد النهضة، لكن طبعا هناك أيضا شراكة سياسية، هناك أيضا ربما مصر تكون الرئاسه تتولى رئاسه الاتحاد الافريقي في العام المقبل، وبالتالي فهناك ايضا شراكه فيما يتعلق بافريقيا، فيما يتعلق ايضا بالقضايا الافريقيه، كلها امور اعتقد انها هي امور هامه جدا فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الطرفين، ربما بالعلاقات الدبلوماسيه بين الطرفين، ايضا فيما يتعلق ايضا بمشكله المياه، لان طبعا هي مشكله المياه نعم هي مشكله حاضره بقوه في العلاقات المصريه الاثيوبيه، لكن انا اتخيل ان هذه المشكله ربما تتحول من مشكله الى ربما افاق ابعد من ذلك بكثير فيما يتعلق بعلاقات تبادليه على المستوى الاقتصادي والسياسي وايضا على المستوى العسكري بين الجانبين. نعم، يعني ربما كما تفضلت بالذكر ان ليس ملف سد النهضه هو الملف الوحيد الذي يجمع بين الجانبين المصري والاثيوبي. نعم. دكتور محمد دعنا نتحدث معك ربما ايضا يعني كما نعلم ان المباحثات بين رئيس الوزراء المصري والاثيوبي تطرقت الى الاسراع بتفعيل الصندوق الثلاثي الاستثماري المشترك وايضا الترتيب لعقد اجتماع قريبا في القاهرة، وأيضا المناقشات تناولت أفاق إتاحة الخبرات المصرية للإسهام في الخطط الإثيوبية في مجالات تخطيط وإنشاء المدن وتطوير الطرق وغيرها، كيف تابعت إذن أيضا هذا الحديث؟
نعم، يعني شوفي حضرتك كما اشرنا ان العلاقات بين الطرفين ليست علاقات فرد النهضه فقط، وبالتالي طبعا فهناك شراكه استراتيجيه بين الطرفين في اكثر من مجال، يعني مجال الاسكان ونقل الخبره المصريه حتى في مجال الاسكان، في مجال الطرق، في مجال ربما حتى لرسم البنيه الاساسيه لدوله اثيوبيا. اتخيل انه علاقات هامه جدا بين الطرفين. طبعا اشرت لحضرتك ان هذا المحور اللي هو محور مصر السودان اثيوبيا لو تم طبعا تفعيله كما طبعا خطط له او كما ربما يطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال شراكه استراتيجيه مع الجانب الاثيوبي والجانب السوداني، اتخيلها منطقه هامه جدا، يعني ليست فقط على مستوى ربما حتى على مستوى التبادل التجاري، لكن ايضا ربما ابعد من ذلك بكثير. اتخيل ان هذه المنطقه ربما تمثل ركيزه اساسيه في الامن الافريقي، ركيزه اساسيه لان هذه المداخل هي مداخل القاره الافريقيه على البحر الاحمر او من خلال حتى البحر المتوسط عبر مصر. وبالتالي في هذه المنطقه، منطقه مصر السودان اثيوبيا تحديدا، هي منطقه هامه جدا على الناحيه الجغرافيه، من ناحيه ايضا جيوسياسيه. اتخيل كلها ربما يعني اطروحات لو تم تفعيلها بشكل جيد كما كانت في رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى طبعا السيد ابي احمد، اتخيل انها كلها ربما تصب في مصلحه الجانبين. يعني مصر طبعا لا تحتكر ربما الحق اثيوبيا في الانتفاع بامكانياتها، لكن ايضا ربما مصر ايضا تحافظ على امكانياتها وتحافظ ايضا على ربما امنها المائي. أنا أتخيل أن الموضوع يعني أكثر من ذلك بكثير، الموضوع ليس موضوع ماء فقط، الموضوع هو موضوع ربما شراكة استراتيجية بالمعنى الكامل يتعلق بتحقيق التنمية للطرفين المصري والأثيوبي، على أن يكون هناك ربما تبادل جيد، تبادل خبرات، نقل خبرات، كلها أمور لو تم تفعيلها بشكل منطقي وبشكل جيد، أتخيل أننا نتحول من علاقات عادية إلى شراكة استراتيجية بالمعنى الكامل، وتصب طبعا في مصلحة أفريقيا بصفة عامة. نعم. كما تعلم دكتور محمد، يعني هذا اللقاء أتى على هامش قمة أفريقية استثنائية في أديس أبابا، يعني دعني أيضا أستثمر وجودك معي عبر الهاتف لنتحدث عن هذه القمة وكيف تابعتها. يعني أنا أنظر طبعا إلى القمة من جانبين، هو طبعا الجانب طبعا السياسي حاضر بقوة فيما يتعلق بالقمة، وفيما يتعلق أيضا ربما حتى فكرة الإرهاب طرحت في القمة وضرورة مكافحة الإرهاب من خلال طبعا بوابة أفريقيا، لأن حضرتك كما تعلمي أن هناك ربما موضوع الهجرة غير الشرعية وموضوع أيضا الإرهاب وانتقال ربما بعض فلول داعش إلى القارة الإفريقية لربما لتجميع صفوفها مرة أخرى، كلها أمور حاضرة بقوة في القمة، وطبعا لا يمكن طبعا الفصل ما بين الإرهاب وبين تحقيق الأمن في القارة الإفريقية. طبعا أنا أتخيل أن ربما حتى الطرح المصري من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قالها طبعا المهندس مدبولي نيابة عنه، طبعا شملت كل الابعاد، البعد السياسي والبعد الامني، ايضا البعد الاقتصادي، خصوصا اننا نتحدث عن 2064 فيما يتعلق بتطوير القاره الافريقيه وعودتها مره اخرى. طبعا لو تم تفعيل القاره الافريقيه او حتى الاستفاده من امكانيات القاره الافريقيه التي تعد ربما اغنى قارات العالم، لكن طبعا ينظر اليها انها قاره يؤخذ منها ولا يرد اليها، بمعنى انها قاره غنيه جدا بمواردها الطبيعيه ومواردها الاوليه، لكن فقط تحتاج الى اعاده ترتيب اوراق كما يقال. وبالتالي فكل الامور دي كانت حاضره بقوه في القمه الاستثنائيه. طبعا ضروره ان يكون هناك تكامل بالمعنى الحقيقي بين طبعا الدول الافريقيه، ضروره ان يكون هناك تعاون جيد ما بين القاره الافريقيه وحتى القاره الاوروبيه، وحضرتك كما تعلمي كان هناك ربما شراكه مع المانيا في الشهر الماضي، كلها امور لو تم تفعيلها بشكل جيد نتحدث عن انتقال القاره الافريقيه من مجرد قاره ترسل مواد خام ويتم اعاده تصنيعها وعودتها اليها مره اخرى الى قاره مصنعه بالمعنى الحقيقي وقاره متقدمه على المستوى الاقتصادي ومستوى التكنولوجي. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف الدكتور محمد صادق اسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، شكرا جزيلا لك.